مساء الخير على كل متابعينا، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، وتحققوا كل اللي انتم بتتمنوه، ونشوف الاسماعيلي بقى في احسن حال السنه الجايه ان شاء الله. خلينا ناخد اخبار الدرويش ومعاكم النهارده. قبل ما نبدا اخبار الدرويش، ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناه. خلينا ناخد بقى اخبار الدرويش النهارده. معانا نبدا باصابات لعيب النادي الاسماعيلي. عندنا 3 اصابات في الفريق الاول. عندنا اصابه عماد حمدي بمزق في العضله الخلفيه، وعندنا اصابه احمد مصطفى في الكاحل، ممكن تغيب 6 ايام 7 ايام. ومحمد شامي نازل برد حد. النادي الاسماعيلي اتمرن الساعه 3 عصرا في الملعب الرئيسي، وعمل تقسيمه مطوله بين الفريقين، يعني بين 32 لاعب قسموا الابيض واصفر، وكان في لقاء حماسي بين الفرقتين زي ما انتم شايفين في الصور. عارفين ان مروان الصحراوي غادر الفرقه امبارح من اجل حفله الزفاف، عكس الكلام الكتير اللي بيقال على السوشيال ميديا. خلينا بقى نروح لموضوع مهم، وهو استقاله احمد الشيخ عضو لجنه التعاقدات، ورد يحيى الكومي عليه بعد ما استقال وقال هو سمسار لعيبه. احمد الشيخ اللي انا اعرفه ان هو من الشخصيات كويسه جدا، وكان شغال قبل كده في مجلس نصر ابو الحسن، وكان جايب لعيبه محترمه. احمد الشيخ كان بيتقاضى 15,000 راتب، وهو كان متنازل عنهم لصالح النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي فاتت في المحضر اللي كان عامله المهندس يحيى الكومي اول ما جابوه لجنه التعاقدات. فمش عايزين نظلم حد، ما نعرفش ايه الكواليس. احمد الشيخ المقربين منه بيقول ان هو لجنه التعاقدات ملهاش اي دور، الكلام كله المهندس يحيى الكومي هو اللي بيقوم بالدور. الله اعلم، احنا عايزين نقفل الصفحه دي. عندنا من اول بكره في صفقات يناير وفتح باب الكد. نتمنى بقى من جماهير النادي الاسماعيلي عدم الالتفاف لاي حاجه والدعم، ونخلينا نتابع وندعم النادي الاسماعيلي، ونشوف الصفقات هتبقى حلوه ولا لا في شهر يناير. واتمنى من الله تكون صفقات متميزه، لان انا عارف ان في صفقات باظت وفي صفقات بتكمل. فنتمنى من الله خير، ونتمنى من 2022 نشوف الاسماعيلي ان شاء الله في مكانته الطبيعيه باذنك يا رب. كل سنه وانتم طيبين.